يا بنتي طمنيني عليكي، ليلتك عدت تمام؟ يا بنتي اتكلمي وريحيني. ما تتكلمي بقى. اقولك ايه بس يا حاج، ده انا امبارح كنت هموت من الخوف وربنا كان باين عليكي. طب عارفه والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي. اه بس امانه الله يا حاج، محروس ده طلع طيب وابن حلال قوي. الا قوليلي، هي مراته بقالها قد ايه ميته؟ بقالها كده يجي سنتين، وعارفه من ساعتها ما شمش ريحه ست. بس بقولك ايه، محروس جوزك ده ايده سايبه، انا مربياه وعارفاه. عارفه ده لو كان وقع روحه كان زمانه بنى عماره. اه ما هو باين، الله اكبر عليه، ده كريم قوي. بس لازم بقى تاخدي بالك منه. اه انت سنه والتانيه هيبقى عندك عيل ولا عيلين، رتبي حياتك بقى يا حبيبتي. على مهلك عليا شويه يا حاج، انا ما اتجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعمل. انت بس فهميني وانا هنفس. هقولك. بص يا حلو، احنا عايشين معاكي لحظه بلحظه متابعينك وعارفين كل حاجه عنك، فاحسن لك ما تنكريش. بقى مرت ما كانوا عندك في البيت ونزلت اتمشيتي في الحاره بعد ما الونش اتقتل. ايوه يا باشا، ما هما كانوا عندي علشان فيتون صاحبتي وانا كنت بضيفه، وهما لما بعتوني الحاره انا سمعت كلامهم ورحت، بس والله العظيم ما كنت اعرف فيه ايه، وهو ده كل اللي حصل. اللهم طولك يا روح. ايه يا حلوين، هتقولوا ولا مش هتقولوا؟ والله العظيم عجبك. بص بقى يا فتون، هتقولي راشد فين هروحك من هنا وهنبقى حبايب، هتلفي وتدوري هلبسك قضية قتل الونش، والناس كلها كده كده شايفاكوا رايحين جايين وعارفة الخناقة والسياح اللي كانت بينكم. هو أي واحد يترزل على واحدة وبتقتله؟ آه والله العظيم يا بيه ما أعرف حاجة عن راشد. طب هو امبارح كان عند خلمه، أنا كرشته. آه تظهر عليك وهتلكوا كتير. بقول لك يا أحمد بيه. أمر يا باشا. شايف المزتين الجامدين دول؟ أكيد. عايزك تروقهم لي وسمعني اللحن يا باشا. اعتبره حصل. يلا يا حلوه انت وهي. لا يا باشا بص انا. يلا. لا يا فتون هتكلم. بص يا باشا، لما راشد وفتون كانوا عندي انا سمعتهم بيتكلموا، وكانت فتون بتسال راشد على موضوع قتل الونش، بس بصراحه والله العظيم اللي انا فهمته ان فتون ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده، وكمان اتكلموا عن واحد اسمه الحسن. تقريبا كده اللي فهمته ان راشد قتله بجد. الحسن ده يبقى خطيب عسليه اخت فتون، وانا والله ده كل اللي اعرفه. والنبي يا باشا عايزه اروح. يا روح ما بعدك روح بقى. الله يخرب بيتك. تمام، حلو قوي كده. جو حلو قوي النهارده والبحر رايق. انا قلت اجيب بقى شط عايده، ده انضف شط في اسكندريه كلها. اه بس انا عايزك تاخد بالك عشان شكلك داخل على دور برد. لا مفيش، ده زبون امبارح رخم خرجنا عن شعوري. معلش يا اخويا. فين البتاع؟ هنقعد هنا بقى. ما نقعد هنا هو عادي هنا ولا هيطردونا ولا ايه؟ يطردونا مين؟ انا ليا معارف هنا وحبايبي كتير. خش زي الباشا. ماشي يا باشا. اقعد اللي ايدك مخرومه وكان ممكن بدل التكسين يبقى عندك عماره زي ما صباح قالت لي. فين مخرومه بس، ما زي الفل يا ستي. هو احنا نعيش مرتين؟ هي مره واحده والحمد لله، انا مستوره معايا ومرزق، دي نعمه ولازم نتمتع بيها. سيبك من كلام صباح، كل واحد يعيش على الطريقه اللي تريحه. شكلك كده على طول هتعمل اللي في دماغك وتقول على اللي يقنعك. بس لا خالص، احنا نتكلم ونتناقش والاصلح لحياتنا يمشي. برضه يعني مش هقدر انكر كلامك حلو، وانا مش عارف اقولك لا على حاجه. طب انت بتضحك علي؟ انا بتكلم بجد والله. طب يا ستي خلاص، انا مش هتناقش معاك في حاجه تاني. اللي انت عايزاه اعمله. حلو كده. ربنا يفرح قلبك ويقدرني ان اساعدك واهنيك. هو
هو انت ايه حكايه الخاتم اللي انت لابسه فيه تاني؟ وانا قلت لك ده بتاع ابويا، وانا قررت ان انا عمري ما هقلعه من ايدي. الله يرحمه، انا كان نفسي اشوفه والله. هو كان كفيف بس كان طيب، وبيصلي وما بيفوتش فرض، كان كلامه حلو يدخل قلبي كده يطمنك. كنتش بمل من القعده معاه، متهيألي كل الابهات لازم يبقوا زيه. هو كان راجل جميل واسمه جميل. هو مين ده اللي اسمه جميل؟ انت مش قلت لي ان ابوك اسمه احمد محمد؟ هو ما انا احكي لك، هو كان له اسمين، اصل انا ابويا كنا ما بينا يعني بندهله جميل، بس في البطاقه والورق الرسمي كده كان اسمه احمد محمد. كنتوا بتدلعوه يعني؟ طب ما انا كمان ليه اسمي بجد؟ اسمك ايه بقى غير محروس؟ روسا، بس اصحابي القريبين بس هم اللي بيندهوني بيه. روسا؟ انت قولي لي يا روستي. امسك كده. روستي ايه؟ محروس كده احلى وارجل، مش عاجبني روسا ده. يبقى محروس. يا سلام، انا عايز اكل دي. عيب كده قدام الناس. يا ست احنا براحتنا، ما حدش حاجه عندنا يا زين. انا يعني هي الناس ماشيه مالطه كده ازاي؟ انت عايزهم يمشي ازاي؟ ده صيف يا زينب، الناس على الشط. ايه اللي صيف؟ عيب تقول كده يا محروس، انت متدين وتعرف ربنا، استغفر الله العظيم، برضه الستر حلو. انت بتبص على عادي عادي. هو ايه اللي عادي؟ ايه المشكله؟ الناس فاتحه هنا بحر، انت رايحه مرسى ابو العباس. ده خطوتين من هنا، استغفر الله ربي واتوب اليه. هات ايه يا جزة؟ ايه يا قلبي؟ بقول لك ايه؟ قول لي. ادخلي جهزي الزهر علشان ازهر. ماشي يا باشا، بس بقول لك ايه؟ صاحبك ده مموت نفسه شرب. لا احنا هنموت نفسنا زهر. ماشي. يلا يا جزة. يا قول. ايه يا عم؟ بنتي دي وحشة. ودي كمان. أنا كنت متجوز أحلى واحدة في الدنيا اللي هي مين؟ عسل إيه؟ عسل إيه؟ عسل إيه؟ دي حتى تبقى ملزقة. هو ماله ده؟ ماله لونه غامق كده ليه؟ زعلان من نفسيته وعايزين ندق له الزر علشان أزهار. ما تيجي ندق الزر يا واحد.